أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في موجز أخبار السادسة من التناصح مع مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني مع العالم الأصولي الشيخ عمران العربي. ووصف فضيلة المفتي الشيخ العربي بالشيخ المخلص والجاد في عمله معزيا في الوقت ذاته علماء ليبيا كافة في فقد الشيخ. عربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بقرار مجلس النواب المنحل والذي ينص على قبول الصيغة التوافقية تعديل اتفاق الصخرات والمقدمة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وبيّنت البعثة وفقا للمكتب الإعلامي التابع لها أنها قدمت الصيغة التوافقية لمجلس النواب وما يعرف بالأعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس. هذا وكان مجلس النواب المنحل قد صوت بالأغلبية على المبادرة التي قدمها سلامة بحضور 52 نائبا للجلسة، حيث صوت منهم 32 نائبا بالموافقة. من جهته أعلن عضو مجلس النواب المنحل زياد غيم عن رفضه التام لموافقة 32 عضوا من أعضاء المجلس على مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. دغيم وفي تصريح له قال إن هذه المبادرة تعتمد على فكرة الفصل بين المسارات وإعطاء الأولوية فقط للسلطة التنفيذية، ما يعني أن المادة الثامنة مستمرة. وأوضح دغيم أن هدف سلامة هو إنهاء الحوار وإفشاله وتوسيع الهوة بين البرلمان والدولة بطرح آلية مغرية للبرلمان ومرفوضة في كل مناسبة من مجلس الدولة. هذا وأضاف دغيم أن البرلمان التقط طعما وفق وصفه وأنهى بذلك آخر شرعية كان من الممكن أن يحققها والمتمثلة في إنهاء الانقسام والمعاناة. دعا رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الأربعاء محافظي المصرف المركزي طرابلس والبيضة لعقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف بشكل عاجل الأسبوع القادم، وذلك لاتخاذ تدابير وقرارات لتوحيد المصرف المركزي. هذا ونشد السراج في بيان له الأربعاء الصديق الكبير وعلي الحبري لوضع سياسة نقدية لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة ودعم الدينار الليبي وحل الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيا إياهما إلى الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والبعد عن الخلافات السياسية والشخصية. وأرجع رئيس الرئاسي المقترح الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع نسبة التضخم إلى انقسام المؤسسات السيادية والتي من بينها المصرف المركزي. الخبر الأخير، حيث قالت قيادة الجيش الأمريكي إنها نفذت ضربتين جويتين على مقاتلين ما يعرف تنظيم دولة جنوبية ليبيا بالتنسيق مع حكومة البعثة الأممية خلال الأيام الماضية. قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا أفريكوم ذكرت في بيان لها الثلاثاء أن إحدى الضربتين نفذت يوم الجمعة والثانية يوم الأحد في محيط واحة الفقهة بالقرب من جبل الهروج. هذا ولم يذكر البيان نوع الخسائر وعدد القتلى من التنظيم. تفاصيل أوفى على تمام السابعة، إلى اللقاء.